تدلنا ندقق في جسمنا ونغوص جوا نفسنا نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدرة ربنا بالفكر والذكاء وتجارب العلماء بالمنهج البناء هننمي عقلنا. رجالنا مش في جين تخسيس، لا هنقول فراخ لا جزر وسريس. لو عايز تبقى حسيس خليك معانا وهنغير اي خبيث. هنتكلم عن مشاكل كبيرة، في منها صغيرة وفي منها خطيرة، سواء كانت ليك او للاولاد. هنوصل لعقلك حلول كتيرة في رجيم. اقول اعزائي اعزاء قناة الصحة والجمال، اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من البرنامج الاسبوعي رجيم. اقول النهاردة في الحلقة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي قوي لكل اسرة، حاجة موجودة في اي بيت. عايزين تعرفوا ايه هي؟ استنوني بعد الفاصل بعدين نشوف. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، هنتكلم عن ترويض العنف عند الأطفال في كل أسرة. وهيتكلم معنا النهارده الدكتور محمد سيد طبلة، استشاري الصحة النفسية والعقلية. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. طبعا الموضوع ده أكيد هي مشكلة كبيرة قوي موجودة في كل أسرة، كل بيت. موضوع ان ممكن الطفل يبقى مثلا عنده حاله عنفونيه، عنف، هايبر اكتيفيتي، وحاجات كتيره غيرها. عايزين بس الاول نعرف ايه هي الحاله دي بالظبط. طبعا حكيت اتكلمنا في ثلاث حاجات غير يعني الثلاث حاجات اللي انت بتقولهم دول، ثلاثه مختلفين تماما عن بعض. الهايبر اكتيفيتي اللي هو النشاط الزايد، فالنشاط الزايد ده حاله ما فيهاش عدوى وما فيهاش عدوان، ما عندناش عنف فيها ولا فيها عدوان. العنف اللي هو بتاع التكسير اللي هو الطفل المدمر. العدوان اللي هو الطفل المعتدي على نفسه او على غيره. العناد حاجه سلوكيه بقى خالص، اللي هي العناد ده اللي هو الموضوع الاساسي اللي احنا عايزين نروضه النهارده، اللي هو ازاي ان انا عندي طفل عنده عناد عنف، عايزين نروضه ازاي في البيت، ازاي نتعامل معاه. عنده عنف او عنده عدوان، ازاي ان احنا نهدي العنف والعدوان ده عنده. اول حاجه احنا لازم نعرف ان بالنسبه للعناد، العناد ده نوعين، في عناد ايجابي او عناد نافع وعناد ضار. العناد النافع يعني الطفل عنده اصرار على انه يحقق الهدف بتاعه، فلو انا لو طفلي عنده هدف وعايز يحققه دي حاجه كويسه ان هو بيصر على انه يوصل للهدف بتاعه. لو الطفل عنده عناد ضار، ان الطفل بيعاند لمجرد العناد، وده ممكن الطفل يكون اما سبب مرضي او سبب اجتماعي. السبب الاجتماعي الظروف البيئيه اللي هو فيها، او السبب الاجتماعي يكون المشاكل اللي جوه الاسره. الطفل ما اتولدش عدواني بطبعه، ولا الطفل اتولد معاند بطبعه. الطفل بيعمل رد فعل للحاجات زي اللي هو بيشوفها. زي دلوقتي على الشاشه في حاله عنف برضه بين حتى اخوات او طفل بيضرب واكبر منه كمان، ادي طفله كمان صغيره. الطفل العدواني ده ابتدى يبقى عدواني ليه؟ لان هو شاف السلوك ده قدامه، يعني هو ما اتولدش عنده العدوان. الظروف اللي في البيئه عنده خلته يتعلم هذا السلوك من ابوه، من امه، من البيئه اللي حواليه، من الجيران، من التلفزيون، من الميديا. يعني هو بيعمل. هي دي يا دكتور المشكله، لان دلوقتي اصلا الميديا كلها بقت، حتى الافلام كرتون مش زي زمان احنا جيل التمانينات وكده، دلوقتي بقت كلها عنف، تحقيقات زي بدون ذكر يعني بتروج اصلا للعنف. الطفل دلوقتي بيتفرج على حاجه، والمصارعه طبعا كتير، في قنوات كتيره جدا ما فيها مصارعه دلوقتي. فطبيعي هو الطفل شايف ده هيطلع ايه؟ اكيد هيطلع حاله عنف عنده. يعني تخيل كده ان ايام زمان لما كان واحد بيحب يقتل واحد كان المنظر الطبيعي خالص، بيطلع مسدس وبيضربه من المسدس من بعيد لبعيد. دلوقتي المخرجين بيتفننوا في انهم يعملوا تفاصيل ودقه القتل، ازاي ازاي يعني ازاي يعني الذبح، يعني مش بيموت برصاصه من بعيد، لا ده بيمسك الضحيه او الرؤوس يذبحه، والمخرج عشان يبين قد ايه ان هو شاطر يجيب منظر الدم وهو بينبثق من الرقبه، يحسك ده حقيقي. ده منتهى العنف. الطفل لما يشوف المنظر ده لازم ينطبع في ذهنه. احنا دلوقتي الطفل بتاعنا من الاول خالص، اول ما نبتدي نلاقي ان عنده سلوك عناد، سلوك عدوان، سلوك عنف من الاول خالص، احنا اول حاجه نعملها ان احنا بنحل المشكله بالحب. طب دكتور بس عشان انا عندي سؤال في الجزئيه دي، هل قلت لو عنده اسلوب عناد، يعني الطفل لو عنده دي هل ده معناه ان هو هيبقى عنيف؟ لا طبعا دي حاجه ودي حاجه. طيب حضرتك قلت ان دلوقتي لو عنده الاسره شافت ان هو عنده اسلوب عناد شويه، انت
تبتدي تاخد حذرها من الموضوع ده. طيب العند ما يوصلش فعلا العنف في الاخر، ولا ده هيبقى مختلف تماما عن النشق ده؟ هو كل كاركتر من دول له اللاين بتاعه. انت دلوقتي الطفل عنده عناد، مفروض ان انا سيطر على العناد ما وصلهوش لدرجة انه يبقى سلوك. بس تقريبا معظمنا عناديين، يعني احنا معظم مصريين عناديين اصلا بصراحة يعني. لا ما احنا قلنا ان في عندي ايجابي، ان انت بيبقى عندك اصرار انك تحقق الهدف بتاعك، وفي عند مرضي، وفي عدوان على 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 الذات، يعني بيعاند نفسه. يعني الطفل اللي ما بياكلش، هو عارف ان هو ما بياكلش ليه؟ علشان هيحقق هدفه في الاخر، مع انه بيتاذي. يعني هو لما ما بياكلش بيجوع، لما بيجوع بيبقى تعبان، لكن طبيعي. هو عارف ان هو لو عاند، لو سرق، لو عيط كتير، الهدف بتاعه هيتحقق. فعشان كده احنا بنقول للاباء والامهات، ما تخلوش اولادكم يعتبروا ان العناد وسيله لتحقيق الهدف. لو كان الطفل لما هيعيط هياخد الهديه، يبقى اوكي هعيط عشان اخد الهديه. فاحنا هو اوريدي بعد كده يتعود على كده، هو حس من ان هو عيط صرخ، يبقى انا كده ايه هوصل للهدف بتاعي، فيبتدي يتعود على كده. فاحنا المفروض ان احنا دلوقتي لو انا طفلي عايز حاجه، الحاجه دي في حدود احتياجاته وضروريه بالنسبه له، بحققها له. لو انا ظروفي مش بتخليني اقدر احقق الطلب بتاع الطفل، او ان الطلب ده اساسا طلب مش منطقي، مش متناسب مع سنه، مش متناسب مع ظروف الاسره، فاحنا بنقول للطفل ونقنعه ليه احنا رفضنا هذا الطلب. طب دكتور، قبل ما نسيب الجزئيه دي، طبعا انت عارف ان حضرتك عارف ان اهم حاجه في حلقتنا في البرنامج عموما، يعني ان احنا نقدر نوصل اكبر كميه افاده للمشاهد. فقبل ما نسيب موضوع العياط، لان طبعا اصلا يعني ما فيش بيت بيخلو من الموضوع ده، اللي هو فعلا الطفل يعيط. دلوقتي الاب او الام عايزين يخلصوا، يعني هم عايزين يخلصوا، فماشي اعمل ده، ويعيط تاني ويعمل ده، فخلاص هم بقى يعملوا ايه؟ انت دلوقتي انت ما تجيش انت تغلط وتقول لي ابني حل لي المشكله، انا لازم امنع ده. يعني انا لازم اكسر هذه السلسله. لو الطفل عيط وانا جمدت قلبي والطفل الهدف بتاعه ما اتحققش، خلاص هيعرف ان مش ده الاسلوب. مره في مره هيعرف ان مش ده الاسلوب. بس المشكله احنا عندنا الاسر ما بيبقاش عندها مره في مره دي، عندها اللي هي مثلا ايه جايب الشغل تعبان، فانا عايز اخلص فماشي ماشي. احنا عندنا دلوقتي مشاكل سلوكيه ونفسيه كتيره جايه من ايه؟ اهمال الامهات. الام النهارده عايزه تشتغل، عندها وقت قليل للبيت، تقوم تجيب الطفل اللي عنده سنه او سنتين وتحطه قدام التلفزيون او تحطه قدام الكمبيوتر. الطفل بيقعد ايه؟ يكلم نفسه، يتفرج على البرامج الكرتونيه اللي موجوده، وممكن تكون الام اساسا مش عارفه المحتوى بتاع البرنامج اللي هي بتتفرج عليه، ما انه كرتون. يعني مش كل افلام الكرتون معموله بسياسه وباهداف وبسلوكيات تتفق مع المجتمع المصري والعربي والاسلامي بتاعنا. فانا الام لازم تكون عارفه المحتوى بتاع البرنامج. يعني في برامج كرتون فيها عنف، برامج كرتون فيها سلوكيات لا تتناسب مع مجتمعنا. الام اللي بتريح نفسها وتحط العيل قدام الجهاز الكمبيوتر وتسيبه عشان يبقى ساكت وخلاص، والله اعلم بقى كرتون ده عن ايه. ده بيوصله لامراض نفسيه يعني التوحد انتشر دلوقتي ليه؟ لكده الطفل دلوقتي ما عندوش ممارسه الحياه. الطفل بدل ما يمارس الحياه مع كائن حي ويتفاعل معاه وعنده مشاكل ويحلها، الطفل بيغوص في عالم وحدوي ذاتوي، ويتفرج على هو مثلا شاف كره بتتكلم، شاف عصايه ماشيه بتتكلم وبتعمل حركات. الاطفال النهارده من كتر ما اتفرجوا على الكلام ده، لهجتهم ابتدت تخش فيها كلمات ومصطلحات. يعني في اطفال بتتكلم لغه عربيه فصحى، الفاظ مش موجوده في نعم يا رب. ايوه نعم، في المجتمع في المجتمع المصري مش دي اللغه بتاعتنا، والطفل بيتعلم كده لان انت سايبه يتعلم ده. فالمفترض دلوقتي ان انا بربي، مش التلفزيون اللي بيربي ولا الكمبيوتر اللي بيربي. فالام يعني اول حاجه لمنع العنف ومنع العدوان ومنع العناد، العلاقة الطيبة بين الأم والطفل. دكتور استوقفني السؤال هنا، هو العنف دي حاجة مكتسبة ولا حاجة يعني ممكن يكون أصلا وراثية؟ لا مكتسب طبعا. مكتسب مش وراثية؟ مكتسب طبعا. يعني لو الأب أو الأم مثلا فيها درجة من درجات العنف، مش هيبقى فيه وراثة جينية بعد كده، اللي هو لا أنا ممكن الطفل يطلع كده برضه. أنا قلت لحضرتك إن في مصطلحين إحنا لازم نبقى مفرقين بينهم، العنف والعناد. العناد غير العنف. العنف ده ممكن يكون فيه جزء وراثة. العنف هو ده سؤالي. العنف ممكن يبقى فيه وراثة فعلا؟ العنف ممكن يكون فيه وراثة، لان العنيف هيبقى ابوه او الاسرة فيها جانب عنف، والجينات فيها جانب
عنف. يعني فعلا في جينات وراثيه وفي عنف. العنف غير 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 العناد. العناد ده سلوك مكتسب من تفاعل رد فعل الطفل مع وطريقه تربيه الاسره ليه وهو صغيرين هو كده ياخد الموضوع عنده. العنف قد يكون فيه عنصر وراثي. طيب ده طبعا بيؤدي بعد كده ان في مرض عنف بيؤدي الاجرام وبيؤدي للشخصيه السيكوباتيه والحاجات دي كلها قد يكون فيها جزء وراثي. طيب عايزين نعالج. عايزين نعالج. انت امنع السبب. السبب دلوقتي ان طفلك زي ما بيقولوا كده في العامي طفلك على ما تربيه. احنا دلوقتي لما يكون عندنا طفل بيعمل سلوك احنا مش عايزينه الضرب مش هيجيب نتيجه. يعني اذا انا استخدمت العنف في ان انا امنع سلوك معين عند الطفل مش ده الاسلوب الامثل. يعني الضرب ده اللاست لاين. بصراحه انا اتكلمت في نقطه مهمه جدا جدا جدا. صح الاسلوب المتبع. يعني انا ممكن دلوقتي اتبع اسلوب الحب وما اجيبش نتيجه. اتبع اسلوب الشده وما اجيبش نتيجه برضو. طيب هبتدي ان انا الجا شويه للعنف. مش العنف التأديب بشكل طبعا مش عنف يعني اللي انا يعني لا يعني مش جرائم لا هي شكل تأديبي بس قوي شويه بشده شويه يعني. طب برضو ممكن ما اجيبش نتيجه يبقى الحل؟ لا مش ممكن مش هيجيب نتيجه لان انت دلوقتي انت عندك مفاتيح الطفل. يعني المفروض ان الام والاب عندهم مفاتيح الطفل. يعني في عقاب ينفع مع اكس وما ينفعش مع واي وعقاب ينفع مع واي وما ينفعش مع اكس. يعني في ولد لو قلت له مش هفسحك مش فارقه معاه. واحد لو قلت له مش هوديك النادي هتفرق معاه كتير. مش هوديك المكتبه هتفرق معاه. فانا بشوف الطفل بتاعي ايه المفاتيح بتاعته ايه الحاجه اللي هو لو انا حرمته منها هو يبقى متاثر. طب بس دكتور اصل في كلام يعني طبعا الطب والعلم النفسي كمان بيقول طبعا مش مستحب موضوع ان انا اخد العقاب بشكل وانا انفوي شويه اطلاقه مفيش عنف خالص. طب ما هو انت جربت بقى بالحب او بالموده او جربت كل حاجه باساليب الطيبه وبرضه ما جابش نتيجه انت هتلجا لايه بالظبط؟ ما انا عندي دلوقتي وسائل كتيره قبل كده. احنا عندنا الوقت ما اصل انا احرمه من حاجه في طفل عنيد يقول لك طيب مش مشكله. في ناس كده يعني خصوصا هي اتربت على كده وهم صغيرين خلاص مش مشكله عادي. طب كده طب مش مشكله برضه. طب هتمنعني من هنا مش مهم انا ممكن اعملها من وراك ابسط حاجه لو كبر شويه بقى يعني. اي ما كده احنا دلوقتي عندنا مراحل العناد ومراحل الكلام ده امتى؟ في مرحلتين. المرحله الصغيره قوي اللي هي من 3 سنين لست سنين اللي هي فتره ما قبل الدراسه والمرحله الثانيه الاكثر خطوره اللي هي فتره المراهقه. يعني ابتدينا كده لما نخش مثلا من 14 ل 18 الطفل ابتدى يحس ان هو راجل البنت ابتدت تحس انها فتاه ويبتدي يحصل التضاد بين الجيلين صراع الاجيال. احنا مفروض مش هنوصل للدرجه دي. يعني الام اللي احتضنت بنتها وابنها في الفتره الصغيره في الغالب مش هيكون في مشاكل كبيره في فتره المراهقه الا لو حصلت مشاكل اسريه. يعني لو الطفل فجاه كده دخل في صراعات شاف صراعات في الاسره انشقاق في الاسره غير البيئه بتاعته حصل مشكله اجتماعيه اتنقلوا من مستوى اجتماعي لمستوى اجتماعي تاني من مستوى تعليمي لمستوى تعليمي تاني هنا هيحصل الصدمه. انما لو الامور ماشيه سيستماتيك والطفل محتضن في المحتوى بتاعه ماشي في السيستم بتاعه هتكون الدنيا من الاول كويسه. لكن مش هتحصل الحاجه المفاجاه الا نتيجه اكشن. يعني طول ما دايره الحياه ماشيه سلمه سلمه الدنيا ماشيه طبيعيه. اول ما انت تحس ان ابنك ابتدى يحصل فيه ديفيشن في تغير المسار ده مش المسار اللي انا عايزه كل ما تبدا في حل المشكله بدري كل ما الحل هيكون اسرع وانجح. طيب تمام طيب. انا بس معانا سؤال لساده المشاهدين. معانا سؤال كيف تتعامل مع طفلك العنيد؟ ارجو من الساده المشاهدين يتواصلوا معانا بارقام التليفونات اللي ظاهره حالا قدامكم على الشاشه وشاركونا في موضوع الحلول لان احنا النهارده ان شاء الله عايزين نوصل لاقصى حل ازاي فعلا نقدر نربي جيل من دلوقتي من هما صغيرين يطلع جيل صح. دكتور هرجع لحضرتك تاني وعندي سؤال. هنقول ان خلاص حصل ان الاسره للاسف ما راعتش ده وربت تربيه مش صحيحه. مش هقول غلط هقول بس انشغل شويه تمام والطفل وصل فعلا لسن المراهقه خلاص بقى خلاص بقى من 14 18 سنه اتعامل معاه ازاي مبدئيا من ناحيه الاهل نفسهم ومن ناحيه اللي حواليهم كمان. دلوقتي احنا قلنا ان الطفل ناتج البيئه اللي حواليه. انا عندي لو طفلي في اسره الاسره مستقره في جد علاقه طيبه
بين الأب والأم وبين الطفل والأبوين وداخل الأسرة في جو من الألفة والعاطفة والحنان، الدنيا ماشية كويس. لو ده مش موجود، لو أنا كأسرة بقى لقيت إن ابني ابتدى يبقى عنده مشاكل، سبب المشاكل إيه؟ إن الأسرة فيها مشاكل، يبقى أنا لازم أصلح المشاكل اللي عندي في الأسرة. يعني زي نفترض أب وأم بيتخانقوا، كانوا بيتخانقوا قدام الطفل وهو صغير، الطفل كان بينفعل بس معقد شوية في الجزئية دي، مش حاسس بخطورة المشكلة شوية. لكن أنا لما يبقى الولد كبير وفاهم، ما ينفعش إن الأب والأم يتخانقوا قدام الأطفال. ما ينفعش إن الأب والأم يدخلوا الأطفال أو الشباب شهود أو حكام في قضايا الأسرة. طب كارثة، دي كارثة. وبعدين مهما كان لسه العقل يعني غصب عنهم، مش هنقول هم عقلهم صغير، بس هو طبيعة الحال هو لسه العقل ما فيش نمو كامل ان هو يدرك حتى ازاي يعالج مشكلة كبيرة زي دي. لما تلاقي اب ولا ام بيقولوا لابنه التصرف بتاعه ده صح ولا غلط، انت قاعد تهزي نفسك قدامه اصلا. ويقول له تصرف الطرف الاخر صح ولا غلط، كارثة. يعني انت بتحط احتمالية كده انه يقول لك لا ده انت تصرفك انت يا ولي الامر غلط، او تصرف الطرف الثاني هو اللي غلط. المفروض ان الطفل بيحس ان الاب والام دول الكبار، الاب والام دول الحمايه، الدرع اللي بيحميني. فاذا كانت يعني انت اذا كان الاسره ولي الامر الاب او الام شايفين ان في تفكك، ما يبقاش التفكك ده قدام الاولاد، ما ندخلش الاولاد اطراف في القضيه. خلينا بقى جو الاسره كويس، الولد ده هيجي له التاثير منين؟ من النادي، من المدرسة. فأنا بودي ابني في المدرسة اللي أكون عارف إن المدرسة دي المستوى الاجتماعي والتربوي يتناسب مع مستواي. يعني أنا ما بقاش ساكن في حتة هاي ستاندر وفي مدارس لو ستاندر وودي ابني في اللو في اللو. الولد هيحس إن إيه؟ في طبقتين، طبقة الناس اللي هم أقل مستوى والطبقة العليا، وهتدفع اكتر بطبقه اللو. وما ينفعش ان انا اودي ابني في مستوى اجتماعي ومادي اعلى من مستواي انا. يعني انا لو مستواي ان انا سي مثلا ايه 70%، ما اوديش ابني في مدرسه الاولاد اللي فيها 90%، لان الولد كده يحس ان هو اقل. الولد لو حس في المدرسه ان هو من طبقه اقل هيبقى متاثر، لو حس في المدرسه ان معاه طبقه اقل وهو هيديله سكات تانيه ممكن يبقى الكبر وحاجات كتير. فاحنا كده ايه اختيار المدرسه اساسي، وده مين اللي بيعمله؟ ولي الامر. يبقى كده دكتور، عشان للاسف معانا اقل من دقيقه، ف اخر حاجه عايزين نوجهها للمشاهدين وخصوصا الاسره طبعا، لان هو الاسره زي ما انا حضرتك قلت ده العامل الاول والاخير. فطبعا العامل الاول والاخير في التربيه وفي ازاي ان الشخص هيطلع لا اما كويس ايجابي لا اما وحش سلبي. الطفل هديه من ربنا، واذا كان ربنا مديك هديه عليك ان تحافظ على هذه الهديه. الطفل اتولد صفحه بيضاء، اتولد كوب فارغ، انت بتملاه ما تشاء. فحط في دماغ ابنك مراعاة الاصول ومراعاة اصول الدين ومراعاة القيم الاجتماعية اللي احنا كلنا اتربينا عليها، وانه يبقى عارف الطبقة الاجتماعية اللي هو منتمي ليها والطبقة الثقافية اللي هو منتمي ليها، ويبقى معتز بيها. يعني اذا كنت فقير ابقى عارف ان انا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا بعضكم فوق بعض درجات. الفقر مش عيب، لو انا من اسره فقيره الام والاب بيقولوا يا اولادي احنا عندنا مزايا كذا وكذا وكذا. ان كنت من اسره كانت غنيه وحصل لها انحدار لاي سبب من الاسباب، احنا كنا اغنياء بس الانحدار ده للظروف الفلانيه. الطفل لازم يبقى مقتنع بالبيئه بتاعته بالظبط، لازم يبقى فخور بنفسه، لازم يبقى حاسس ان هو له قيمه مهما كان مختلف عن الاخرين. كل طبقة وكل مستوى اجتماعي وكل مستوى ثقافي له أهمية. الطفل هداية من ربنا، زي ما الدكتور محمد سيد طبالة استشاري الصحة النفسية والعقلية قال. احنا في نهاية الحلقة للأسف الحلقة خلصت، بصراحة كنا نتمنى يبقى في مزيد من الوقت مع حضرتك. بشكر حضرتك في نهاية الحلقة، وأتمنى من المشاهدين إن هم يكونوا استوعبوا الأهل الأسرة دول أهم حاجة، هما دول رقم واحد في تربية الطفل. هل الطفل ده هيكبر هيبقى مسؤول عن نفسه بعد كده، بس مين اللي أثر عليه في الأول؟ الأهل. بلاش تأثروا على أولادكم بالسلب،
حاولوا انتوا شخصيا تتعلموا ازاي اعرف اربي طفلي. مش عيب، مش عيب اكون انا اب او ام حتى لو احنا خلاص كبرنا والاولاد كبروا، وابتدي من دلوقتي برضو اتعلم ازاي اني اوجه طفله زي اني اربيه. حتى لو الطفل بقى كبير، حتى طفل خلاص يعني مش مشكله، نلحق من دلوقتي، بلاش نضيع وقت اكتر من كده، عشان في الاخر هيطلع هو شخصيه وحشه في المجتمع. فبلاش، انتوا مش هتحبوا ان اولادكم تكون كده. اعزائي المشاهدين، سعدت جدا جدا بيكم، اتمنى يكون يا رب افدناكم النهارده في الحلقه. استنونا الاسبوع الجاي يوم الثلاث في حلقه جديده من جيم. اقول كان معكم رامي جيار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.